السابعة مساء موعدنا اليوم ونبتة نظام وقانون التقاعد الموحد والإيجابيات ضمن هذا القانون في فقرات وضعناها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد. كونوا معنا. السابعة مساء موعدنا اليوم ونبتة نظام وقانون التقاعد الموحد والإيجابيات ضمن هذا القانون في فقرات وضعناها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد. السابعة مساء موعدنا اليوم ونبتة نظام وقانون التقاعد الموحد والإيجابيات ضمن هذا القانون في فقرات وضعناها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة جمهورية العراق من بغداد. كونوا معنا. السابعة مساء موعدنا اليوم ونبتة نظام وقانون التقاعد الموحد والإيجابيات ضمن هذا القانون في فقرات وضعناها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة جمهورية العراق.